سنة طيب لإسكندرية، وكل سنة وانتم طيبين للشعب المصري كله وللفنانين المصريين. وبإذن الله زي ما المهرجان كده خد شعار السنة دي السينما في مواجهة الإرهاب، تنجح السينما وغيرها من الفنون في إشعال طاقات التنوير في كل أرجاء الوطن، لأن ده هو الكفيل بمحاربة الظلام. كل ما تضيء طاقة التنوير كل ما ينحسر الظلام. حتى لو ما كنتش بتعمل أعمال فنية أو أدبية أو ثقافية بتعالج الموضوع في حد ذاته، أنت مجرد أن أنت بتعمل بتنشن النور أنت بتحارب الظلام. أنا شخصيا هدية النور الشريف. السينما والواقع الاثنين بيحصل منهم طول عمرهم ديالكتيك، يعني تأثر وتأثير. ما ينفعش ان انت تشوفي مثلا الوطن في ارتباك وتلاقي السينما ناهضة. الوطن كان في ارتباك، وكنا لسه خارجين من تداعيات ثورتين او ثورة يعني وموجاتها المتعددة، فكان من طبيعة الامور ان السينما تتأثر. مصر عندما تستعيد عافيتها اكيد فنها هيستعيد عافيته، واكيد السينما هترجع مرة اخرى سينما رائدة في محيطها العربي وفي محيطها الإقليمي. مهرجان اسكندرية يعني له واقعة خاصة عندي، لأن اسكندرية في تاريخنا وفي تاريخ مصر وحضارتها منارة للثقافة والفنون عبر كل العصور. ولما يبقى في مهرجان اسمه اسكندرية السينمائي الدولي لابد هتلاقيني موجود، يعني السينما واسكندرية. وفي ذات الوقت كمان ان السنة دي شعار المهرجان سينما ضد الارهاب، وده شعار انا رأيي كانوا موفقين فيه، لان هذه المعركة اللي ما بيننا وما بين الافكار الظلامية والظلام لا يمكن ان ننتصر فيها بدون ادخال سلاح الثقافة والفنون والاداب. هذا السلاح مهم جدا، لان هذا السلاح هو اللي بينشر طاقات التنوير، واي نور يطرد الظلام على طول. لما بتنور شمعة الظلام بيندحر وينهزم. فكل ما اضاءت طاقات التنوير ايا كانت الاعمال اللي بتتعمل، حتى لو كانت اعمال ليست لها علاقة بالارهاب مباشرة ولا بتناقش قضيته، بس مجرد ان انت بتنور يبقى انت بتهزم الظلام. فهذه القضية يعني بعتقد ان سلاح الثقافة لابد ان هو يدخل فيها فاعل، وبإذن الله يعني ننشئ جيل نربي وجدانه على منظومة قيم الحق والخير والجمال دون الرجعية بقى والأفكار الظلامية والمتخلفة والتكفيرية.